الوالد الله يرحمه في الأيام الستينات، طبعا أنا كنت معه في الستينات، كان يحفر الآبار. طبعا الآبار عندنا ما هي بعميقة، يعني تقريبا يمكن بالعشرة أمتار، من 13 متر أحيانا إلى 7 أمتار، ويحفرها الآبار هذه ويخليها سبيل، حفر كبير في المناطق اللي عندنا. وكنت أنا أساعد الوالد، كنت أنا وإيش؟ كنت أنا والوالد نجيب الحفير حق العلاق ونسحبه في المحالة نساعده. فهو عمل شاق، بعد فترة قال أنا عندي حاجة بسويها. قلنا وش هي؟ قال بسوي صنادق، عشان الناس ذيك الأيام من خيام يبنوا صنادق. قال بجيب صنادق، راح وجاب ألواح خشبية وقال خلاص تعال معي. قمت أنا أدرب معها، في نفس المدرسة أنا أدرب مع أبوي في أعطيه المسامير والمطرقة، كنا نبيعها عشان نعيش. يعني احنا وش اقول لك، ما في شيء، فنص المنطقه عند دار يمكن ابوي اللي بانيها انا والوالد.